اوه والله شوفها عاش بخلود بسم الله كفو ارفع بعد ارفع بعد الشباب صادوها لفاح صوره 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 هذا الصيد السلام عليكم ويعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله طلع جديدة بإذن الله عز وجل، بس الهدف غير. الهدف إن شاء الله اليوم بإذن الله عز وجل عسى الله يوفقنا إن شاء الله بصيدة التونة. راح يسوون إن شاء الله الشباب كاست اللي هو اللفاح، وعسى الله يوفقنا يا رب ونصيدها. وإحنا إن شاء الله أنا محمد البلوشي احتمال نجابلها بالغص، وإن شاء الله نتوفق فيها بإذن الله. شالعيز شالعيز والله ما لي فيك يا الله بسم الله. دائما ما ننسى يا جماعه دعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وركبنا الطراد وما ننسى دعاء الركوب، تعرفون دعاء الركوب عاد. وقواكم الله عسى الله يوفقنا يا رب عسى الله يوفقنا. يا هلا يا هلا ابو سليمان، هلا بالقمره كلها والله. هلا بالشوره بالشوره حصلت مشهور خلاص خلاص توفى. يا هلا مرحبا يا هلا يا هلا بأهل التونة. حياك حياك اركب اركب روح. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يلا توكلنا على الله. السنة اللي هالصوب وادهم هالصوب عشان الناس تطلع. قفه هني شوية وقدام اظن بغى يطيح. هذا حق السمك لاسكسي. صب بنزين ان شاء الله ونتوكل على الله. عبد اللطيف الابراهيم ابو سليمان يا هلا ملك اللفاح تونه اليوم ان شاء الله. ها ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ابو خلود ان شاء الله يجابلون التونه باذن الله لفاح، وان شاء الله نصيدها غوص باذن الله ونغلبهم. عاش ابو خلود بسم الله كفو يا غير وياهم. وليد منتب منتب تونه ولا يريوب؟ تونه طاهي يريوب طاهي يريوب. لا يطقها لا يطقها. اوه لاحقها لاحقها لاحقها. شو اليريو شو اليريو ركب لاحق لورك وليد اليريو. والله بلي اليريو. يلا يا الاكشن يلا يلا يا الاكشن اكشن خوي والله. شوف يوم يوقف قاموا احنا فلاوة بس لا ترجيه تسطر النور. قبل ميادر سني فيه ضلعة 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 طاقة من فوق ضلعة بس اللي مساعد مو على اكل حسن خاتم انت الذين سويت اكشن والله بس اتقرتني والله. في اليرايل سبحان الله فوق ما تجي طاقين عليه. كم واحد هذيله؟ وايد طالع طالع ما شاء الله. حمود قرب على الراحه. ما تجي طاقين عليه. يا لاحقين لاحقين صدق ما ايش لاحقين؟ يا الله كك 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 انطقه انطقه واحد المسك واليرايل اول مره شيء اول مره اشوفهم هالكثر صدقهم والله يا يطقهم. طيب شلون هني ما ايش يطقهم؟ اه كار راس راس العوم. ايه راس العوم كار
هذا منظر اول مره اشوفه بحياتي. الدمبابش اللي قبل شوي حمسنا، والحين ان شاء الله بعد هم قاعد ندور باذن الله عز وجل، ونشوف ان شاء الله التونه ونصيد باذن الله. وليد حبيبي والله معوج لبسنا على السريع. هذا الملا وياي، انا ويا الملا طبعا. جواك الله ملا، هلا بالحبيب. يا هلا يا هلا يا هلا. نتوكل على الله ان شاء الله نجرب الغوص، اذا مو راضي تضرب على اللفاح نجرب الغوص ان شاء الله، والشباب يجابلون هاللفاح. يلا وشوف الراس هناك. طبينا ندور ندور. اي والله ما شفته، بس لقينا شنو؟ يريوخ. لا لقينا العومه اللي ترعى عليها السمكه هذه اللي هي التونه، بقايا الحرب، بقايا الحرب اللي مرينا عليها. ان شاء الله عاد نصيد ان شاء الله، الله يتوفق، وان شاء الله نوالمها ونصيدها باذن الله. الحين شويه نغير، ناخذ بريك، ندور سمك ثاني ان شاء الله، بعدين نرجع ان شاء الله مره ثانيه عند التونه. فالك التونه يا العود. امين وياك يا رب ان شاء الله يا رب. أصلي طقيت دويلمي وصعدت الطراد بسرعة صراحة. تيني والله طاقة على راسه، والله شوف طاقة زين، بس عافيته موجودة سبحان الله طالع. يا هلا ويا مرحبا. هو اللي ياني والله، ولا انا ما كنت ناوي اطقه. هذا البركودة.
الاكس الثاني؟ لا كيف؟ اي صح. هذه سيارة ما شاء الله حنونة حلاتها على 17 متر. ها مدير يبشر. شوف شنو؟ شوف العنونة والله ما تشكر استاذ. ترى زينة عندو كبيرة ترى. عنونة يعني حلوة. لا حلوة. شفتها والله عودة والله اللي شفتها الكبرى. ما شاء الله. يعني فتها جديد. جوا جوا. كانت مستحي يرد. هذه يرح. كان ياخذها الصيف. كفو. اي والله زين الحين السؤال صيخي ولا سيوري؟ اثنينهم. صيخك وسيورك طال عمرك. اي ما اقدر اسولف. بالراس 100%. كفو والله كفو. تسلم ايدك والله. وما زالت المعركة مستمرة. تقريبا صار لنا ربع ساعة. تبين وتخف وتختفي. بس الحمد لله لين الحين ما أخذت فل ريس على قولتهم. تتعب تتعب تتعب. يلا هلا والله. شنو صدتوا؟ احنا صدنا هذه تونا. شوف احنا صدنا هذيله بعد. كفو كفو كفو. كفو. ايدام ايدام. كفو يلا 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 تعال تعال اصعد اصعد اصعد. عافيه عافيه عافيه. ما شاء الله لا اله الا الله. الشباب صادوها لفاح التونة هذه الحلوة. ان شاء الله نصيد بعد باذن الله. امين امين. يا صورة صورة صورة. اي خلي خليك شي. عدول. ها؟ دخلتها هو يطلعها. وعدول المدير ايش قاعد يقول؟ اقول يوم اطب طقها قوية. يلا. وعدول شوفني. خلينا نشوف صيدنا اليوم تبارك الرحمن. هذا اللي للحين، هذا الصيد. تبارك الرحمن هذه التونة ما شاء الله ايش كبرها. اوه والله والله شوفها. يلا كامو كامو. خيط خيط معي انا خيط. خيطك خيطك قراب قراب. يلا 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 بسرعة. تضرب انا بتضرب. يلا الحين بتضرب خليك منتبه. يلا سلام بالله. غيرت اللور لأني.
بينهم. يلا يلا بسرعه. لا يا سلام عليك يا المله، والله انك كفو. انها التونه العنيده، صج عنيده ورا لا تضرب من اول ما ينام. عنيده انها قويه، مو انها ما تضرب. لا بس هم عنيده مو راضي. ما شاء الله الجو وراك بطل. اي ما شاء الله احلى من الصيف وايد. نقدر نقول قفال توكلنا على الله ان شاء الله راضين الحمد لله يا رب. صيدنا صيد حلو، التونه والعيدام الثاني وايد حلو. الله ما قواكم الله يا ربع، يعطيكم العافيه اهل التونه. اللهم لك الحمد، هذه طلعتنا خلصناها واستمتعنا، وان شاء الله انكم استمتعتوا ويانا بالصيد والوناسه. اللهم لك الحمد. يا جماعة لا تنسون تذكرون الله، اللهم لك الحمد. هذا الصيد أرزاق وتوافيك، وإحنا نتعب مثل ما شفتوا بالنسبة حق الصيد، مو دقيقة واحدة ونصيد. وعساكم على القوة، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جاية، ولا تنسون اللايك والسبسكرايب. السلام عليكم.